كابتن عصام عبد الفتاح، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا احمد بيه، ومساء الخير على كل مشاهديك الكرام. والله متشرفين انه حضرتك كمان من الناس اللي بنشهد ليهم بالكفاءه في طبعا في كل شيء، وصوره مشرفه بالنسبه لنا. الله يخليك. الدوري هذا العام تراه مختلف عن الاعوام السابقه، حكام هذا العام مختلفين على الاعوام السابقه، لانه السنه اللي فاتت حضرتك تابعت طبعا انه كان في تشكيك كتير، في كلام كتير، جامل ده او ما جاملش ده، ادى ضرب الجزاء ما اداش ضرب الجزاء، ايه اللي هيتم في هذا الموسم عشان يخرج موسم يليق بينا، دوله جديده، جمهوريه جديده. انا اتفق معاك ان الدوري هذا الموسم هيكون اصعب كتير من الموسم السابق الحقيقه، يعني معظم الفرق تعدي بشكل كبير، معظم الفرق جددت في تشكيلها وفي لاعبيها، واللي استدعى لاعيبه اجانب، واللي غير لاعيبه من داخل مصر. اعتقد هيبقى دوري قوي جدا. الفرق الصاعده كمان فرق قويه، واغلبها شركات عندها فلوس تقدر تستعد بشكل كويس، تجيب لاعيبه كويسه. نفس القصه احنا الحكام الحقيقه، يمكن سلامه المهمه تقريبا من 10 ايام اعتقد بدانا عملنا دورات تدريبيه بالنسبه للفار وبالنسبه للحكام، وعملنا دورتين تبع الاتحاد الدولي، كان الاتحاد الدولي هو المشرف عليهم من اجل الارتقاء بمستوى الحكم. احنا يمكن اغفلنا حاجه مهمه جدا يا احمد بيه، وانا يعني عاذر الاخوه السابقين اللي كانوا موجودين مكاني، الحقيقه عملوا اللي عليهم، وانا هبدا من حيث ما انتهوا. يمكن بعذرهم لان كان الدوري كل 3 ايام السنه الموسم الماضي، فما عندهمش فرصه لتطوير الاداء، فرصه لتصحيح الاخطاء. لكن احنا اغفلنا حاجه مهمه، وهي الاداء الفني للحكام. اعتمدنا على ان الفار دول ملائكه، او هو الملاك اللي هيصحح كل حاجه، والكلام ده غلط. انا على مستوى العالم بنقيم اداء الحكام انه افضل الحكام هو الحكم اللي الفار تدخل اقل تدخل في قراراته، ده الحكم اللي بيهتم بالمباراه، بيهتم بيجري كويس، بيتمركز كويس، بياخد زاويه رؤيه كويس عشان يقدر يشوف الاحداث بشكل كويس وياخد القرار السليم زي الفار بالظبط. عنده احنا 4 حكام بيديروا المباريات بثمان اعين، ثمان اعين يعني 8 كاميرات، زينا زي الفار تقريبا يعني. فالناحيه الفنيه بدانا احنا نهتم بيها بشكل كبير، على اساس ان احنا نقلل من اخطاء الحكم داخل الملعب، وما نسمحش للفار بالتدخل الكبير. طيب الفار برضو طورنا اداء الحكام اللي واخدين الرخص الفار، بان احنا طورنا من الناحيه الفنيه لتحليل الصوره، لان تحليل الصوره هو اهم حاجه للحكم اللي قاعد في عربه الفار. فان شاء الله ان شاء الله بنوعد الجميع ان الموسم القادم هيلحظ ان شاء الله تطور ملموس في اداء الحكام باذن الله. كابتن عصام، في طبعا مسؤوليه كبيره جدا على حضرتك وعلى كل الحكام، بنتكلم على العداله. الموسم اللي فات يعني كان في حاجات وكانت حاجات واضحه، ويمكن حضرتك كنت اتكلمت عليها وكل حكامنا اتكلموا عليها، ما كانتش يعني متشافه كده بشكل واضح انه في حاجات كانت اخطاء كثيره جدا. العداله من خلال الحكم، حكم الساحه، من خلال الفار، انه مساله ان اللجوء للفار مش هتكون دائما، اعتمد على حكم الساحه رقم 1 والمساعدين. اتفق مع حضرتك، احنا زي ما قلت حضرتك لو طورنا من اداء الحكم والحكام المساعدين داخل الملعب، هيبقى الاحتكام للفار هيكون قليل جدا. طيب هناك حالات طبعا ممكن اصعب يعني من قدرات الحكم والحكم المساعد، ودي بتحصل في العالم كله، هنا ممكن يتدخل الفار. لكن ازاي نستغل بقى الفار للاستغلال الامثل؟ بتدريب حكامنا على تحليل الصوره، عشان يقدروا فعلا لو اي حد ليه حق لركله جزاء مالوش ركله جزاء، يقدر يوجه الحكم بالشكل الصحيح. هي دي النقطه اللي احنا بنشتغل عليها ايضا في تدريب وتنميه قدرات حكام الفار. احنا ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان، ما فيش تحكيم بلا اخطاء في كل العالم يا احمد، لكن نحاول نقلل الاخطاء بقدر الامكان ان شاء الله. اهلي زمالك، حكام مصريين اجانب؟ والله اتحاد الكوره واخد قرار من قبل ما اجي كانت الحكام، بان كل فريق له الحق في استخدام 5 حكام، لكن احنا هنعمل طريقه ثانيه ان احنا نستفيد ونفيد، بمعنى ان انا هعمل اكثر من بروتوكول تعاون مع اكثر من دوله، اخذ من عندهم طاقم وهم ياخذوا من عندي طاقم، كده يبقى احنا تبادلنا الخبرات، هو استفاد وانا استفدت، وحكامي خدوا خبرات في اجواء مختلفه، وهم جم في مصر حكموا وخدوا ايضا نفس الخبرات. انما لو جبنا حكم اجنبي يا احمد بيه، والرئيس السيسي دلوقتي بيعظم دور
كل شيء مصري في كل الهيئات وفي كل المشاريع، فاحنا لازم برضو نستثمر حكمنا المصري، ما نحاولش نقلل من قيمته ونخلي الناس تفقد فيه الثقه. والنهارده كمان اتحاد الكوره الحقيقه بشكره المهندس احمد مجاهد، النهارده زودوا بدلات الحكام، النهارده الحكم المصري وصل الى اعلى حكم ممكن بياخد مقابل في المباراه في افريقيا، مش هنتكلم عن اوروبا. 7000 جنيه باين او اكتر، 7000 جنيه يعني ده مبلغ في مصر. انا شايف انه كان كام الاول؟ حضرتك كنت بتاخد كام؟ انا 14؟ كنت باخد 100 جنيه. انا كنت باخد 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه نعم والحمد لله يعني كانوا كويسين وقتها الحمد لله. فال 7000 كويس، حضرتك شايفه انه كويس؟ لا انا شايف مبلغ كويس، يعني تقريبا 450 دولار اعتقد نقفز قفزه نوعيه ان احنا نكون الاول على افريقيا، اعتقد ان هو مبلغ كويس جدا الحقيقه، يعني بالنسبه لو قارناه بالناحيه الاقتصاديه لينا يعني اعتقد ده يديهم دفع كمان اكتر. اكيد طبعا ده دافع، حتى الكره النسائيه احمد بيه كانوا بياخدوا 600 جنيه دلوقتي هياخدوا 1500 جنيه ده تشجيع للعنصر النسائي الانخراط في التحكيم، وده يعني اعتقد جت مبلغ اضعاف المبلغ اللي كانوا بياخدوه، اعتقد ده هيكون وسيله جذب للتحكيم النسائي ان شاء الله. كابتن عصام كم حكم جاهز؟ لا والله عندنا ان شاء الله هيكون عندنا عدد لا باس به جاهزين، يعني مش هيكله عن 60 حكم وحكما وحكم مساعد ان شاء الله لبدايه الدوري باذن الله. ان شاء الله وكلنا متفائلين بوجود حضرتك وكل حكامنا كمان. اشكرك، شكرا.